مثال تاني برضو مهم جدا، والمثال ده الحقيقة الناس بتهتم بيه جدا، وخصوصا في العمليات بتاعة تغيير الهيب بون او تغيير الهيب جوينت مع صح. يعني الحقيقة دي عملية منتشرة جدا في اوساط الناس الكبار في السن، وخاصة السيدات، نتيجة لهشاشة العظام اللي بتخلي بيسكلي الهيد اوف ذا فيمر، اللي هي الجزء اللي هو في البول اند سوكيت جوينت اللي موجود عندي هنا، الحته بتاعت البول دي بتتكسر، يعني بيحصل عندي شرخ هنا كده، فبيبقى فعلا الشخص اللي عنده المشكله دي بيبقى اولموست قاعد ما يقدرش يتحرك خالص. اوكي، فدلوقتي اللي هنحاول نعمله دلوقتي ان احنا هنتخيل ان في عندي بني ادم واقف بالشكل ده على رجل واحده، وهنتخيل ان احنا نحاول نحسب بقى الفورسز اللي هتكون عندي على الهيب جوينت دي هتبقى بتساوي كام. يعني نحاول نحسب الفورس اللي ابلايد على الجزء دوت هتساوي كام، اللي هو الرياكشن اللي بتوين الهيب والهيد اوف ذا فيمر. اوكي، طبعا لو احنا بصينا على الجيومتري هنلاقي في عندي هنا تندون ماسك الـ ماسك الفيمر للهيب بون، هيبقى في عندي رياكشن هنا من الهيب بون على الهيد اوف ذا فيمر، هيبقى البونز الموجود عندي الليج كومبليت اللي هي الليج كلها على بعضيها كده، هيبقى في هي نفسها لها وزن، فهيبقى لها سنتر اوف جرافيتي، والسنتر اوف جرافيتي دي هتاثر لي بفورس معينه. الناس بتاسيوم عاده ان الفورس بتاعت او الويت بتاع الليج بيبقى حوالي الوزن على 7، فنتخيل ان الوزن ده في نص الرجل بالظبط وبيابلاي لتحت، وفي نفس الوقت الرياكشن بتاعي انا هنا واقف على الارض عشان يبقى فيه هنا طبعا ستاتيك بالانس، يبقى لازم يبقى فيه عندي هنا رياكشن من الارض بيساوي الوزن تماما. اوكي، فهبتدي برضو اعمل نفس الحاجه اللي عملتها قبل كده، هبص هنا على الايكويشنز بتاعتي هلاقي ان في عندي الار اللي هو الرياكشن اللي موجود عندي بتاع اللي هو بين الهيب بون وبين الهيد اوف ذا فيمر. اوكي، انا مش عارفه ومش عارف الانجل بتاعته. في نفس الوقت اللي هو الجزء بتاع اللجمنت الموجود هنا دوت، لا ده انا مش عارف الفورس اللي فيه قد ايه، بس انا عارف الانجل بتاعته، او ممكن اعمل لها استيميشن من الراديولوجي، يعني ممكن اخد صور راديولوجي واقدر احسب الانجل دي بتساوي كام. فمعنى كده انا عندي برضو هنا ثلاثة unknowns R و V و F، الثلاثة دول انا مش عارفهم. طب دلوقتي هنبتدي برضو بنفس الطريقة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، عايزين نعمل دلوقتي rotational و translation equilibrium علشان نحن نحاول بيها نحسب الثلاثة unknowns دول. فطبعا احسن مكان انا ممكن اتخيله عشان اعمل بيه الكلام ده لو انا وقفت في المكان ده هنا كده، المكان ده لو انا حطيت فيه البيفوت بوينت بتاعتي هتشيل لي ار تماما وهتشيل لي ثيتا تماما، الاثنين مش هيبقوا موجودين في الايكويشنز، هلاقي كل الايكويشنز الموجوده عندي ان تيرمز اوف اف و دبليو عموما، يعني وخاصه دبليو دي خلاص بقت دبليو ال اللي هي الوزن بتاع الليج بقى فانكشن في دبليو مش فانكشن في دبليو ال، ما هوش ان نون، يعتبر نون، والدبليو طبعا هي معروفه زي ما كنا بنقول، واحنا كده كده بنحاول نطلع كل الحلول بداله الدبليو، فالدبليو تعتبر نون. اوكي، فهنا بعمل السميشن اوف توركس اراوند البوينت اللي هي اتكلمنا عليها اللي هنا دي كده. طبعا بنلاحظ تاني ان لازم الارم يبقى مضروب في الفيرتيكال فورس مش متضرب في الفورس وبس، فهنا هنضطر ان احنا نحلل الفورس دي في الدايركشن الفيرتيكال، فمعنى كده تبقى اف ساين 70 ديجريز، فيبقى عندي اف ساين 70 ديجريز. اوكي، لو انا خدت برضو الفورسز في الدايركشن اللي هو الكلوك وايز خدتها نيجاتيف، وخدت الفورسز اللي هي في الاتجاه او التوركس اللي في اتجاه الكاونتر كلوك وايز خدتها بوزيتيف، يبقى معنى كده دي هتكون نيجاتيف، والفورس برضو او التورك اللي جاي لي من دبليو ال دي برضو هتكون نيجاتيف، لان هي برضو هتبقى في الدايركشن اللي هو الكلوك وايز. اوكي، وهيبقى عندي بس الجزء اللي هو بيتحرك بقى كاونتر كلوك وايز اللي هو جاي لي من الويت ده بس اللي هيكون بوزيتيف. ففي الاخر هيطلع لي ايكويشن بالشكل ده كده، كل الحاجات اللي موجوده هنا نون ما عدا الاف، هي يعني الفورس الموجوده عندي في الـ في الـ في الـ في اللاجمنت اللي موجوده ماسكه في الايه، ماسكه في الفيمر. فمعنى كده من الايكويشن دي اقدر احسب الاف بتاعتي بتساوي كام. بعد ما احسب الايكويشن دي، بعد ما احسب اف دي بتساوي كام، ارجع اعمل بقى البالانس بتاعي في الاكس وفي الواي اللي هو ترانسليشن ايكويليبريم، هيبقى عندي هنا تو ايكويشنز في تو انونز اللي هم عباره عن ار وعباره عن في. من التو ايكويشنز دول لما بحلهم بطلع التو كومبوننتس بتوع الار ار اكس وار واي، وبحسب الانجل بتاعتي اللي هي الفي بتساوي كام. يعني هنا انا ممكن بدل ما اخد الار دي واخد الفي، اخد كل واحده فيهم يبقى ار كوزاين في وار ساين في، لا ده انا هسمي ار كوزاين في هسميها دي عباره عن ار واي مثلا. اوكي، واسمي الار ساين في هي عباره عن الار اكس. اوكي، بحيث انها تبقى بالنسبه لي سهل ان انا احسبها بالشكل ده. لو انا حليت الايكويشنز دي هيطلع لي ار اكس وار واي، ومنهم بطلع هنا من الايكويشن دي ان الرياكشن بتاعي اللي موجود على الهيد of the femur هنا
بيساوي 2.4 W. يعني معنى كده بنتكلم على ان الفورسز اللي عندنا اللي ابلايد على الهيد اوف ذا فيمر بتساوي مرتين ونص تقريبا وزن جسم الانسان، وده طبعا حاجه ضخمه جدا جدا. يعني بنتكلم على ان احنا واحنا واقفين بالطريقه دي بيبقى في عندنا فورس ابلايد على الهيد اوف ذا فيمر مرتين ونص قد الوزن بتاعنا، فهي بتتحمل وزن كبير قوي، لازم تكون سوليد كفايه ان هي تستحمل الوزن ده عشان تبقى في تقدر تصمد في مكانها.